السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اشني اخي بشمس العشيه وقعت كل ما بغاش نسالي. وهي اخويا العزيز شمس العشيه ديال بصح. انا كنت خدامه فخدام عند واحد السيد هنايا وخلاني انا مكلف بالمحل ديالو، وانا على حساب هو ما كيهضرش بزاف، انا كنفيرسي ليا فلوس ديالو في واحد البنك بلا ما نذكر على الاسماء. ما عليناش، ديما بحال ما هكاك الامور غاده مزيان. واحد النهار بغيت نفيرسي ليه فلوس ديالو على اساس ما كاينش، هو كندفع ليه كنفيرسي ليه في الكونت ديالو. هذوك الناس اللي في البنكه كيقولوا لي يا ودي واش ممكن تحل عندنا كونت، نخرط عندنا المسائل كذا، حتى انت راه فابور كذا. قلت له ودي راه انا عندي حساب ديالي في واحد البنك اخر. قال لي يا ودي ماشي مشكله نخرط معنا. ما عليناش، قلت له مرحبا. جبت لاكارت ناسيونال ديالي نعطيها للسيد باش يحل ليا كونت، ولكن لقى سيدي السيد كيقول لي راك انت ديجا حل عندنا كونت، مع العلم بانك انت ما حليتي لا كونت. انا ما حليتش كونت، انا يعني نهائيا ما حليتش كاع. انا في ديك البنكه ما حليتش فيها كونت نهائيا. ما عليناش، كنقول له استاذ ودي انا عندي حساب ديالي في بنك اخرى ماشي هذه. كيقول لي لا واش سميتك فلان، كنقول له اها. كيقول لي فلان، كنقول له انا مراد لاكارت فلان، كنقول له اها. كيقول لي لا انت مخارط عندنا في الكونت، والكونت ديالك فيه تقريبا شي 4 مليون، والكونت ديالك مبلوكي. كنقول ليه الله يجازيك بخير، الا كان ممكن الله يجازيك بخير تعطيني فين تحل لي هذا الكونت. كيقول لي راه ما يمكنش لي نعطيك هذيك. كنقول له الله يرحم ليك الوالدين، حيت انا ما هو مسكين تساعد معايا وقال لي ودي الكونت ديالك تحل في التشارك هنايا. كان مشي للتشارك، كندخل كنقول لهذوك الناس السلام عليكم الله يرحم الوالدين، اختي الله يجازيك بخير تحل عليا واحد الكونت هنا بدون علمي انايا واش هذا الشيء فهمتوا. كتقول لي ودي حنا راه ماشيين حنا اللي مكلفين، هذاك البيرو الاخر اللي مكلف. كان مشى اخويا العزيز لذاك البيرو، كان لقى النسيب مول المحل هو اللي كاين تما، انه هو فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديالي اللي عطي مول المحل على اساس انني خدام معاه، هو عطاه نسيبه وحلوا لي كونت على اساس باش هما يروجوا الكونت ديالي باش ياخذوا كارت يتشيك. على اساس شنو؟ حيت هما كياخذوا بزاف هاد الشيء ديال اش نقول لك السواق ديال السطات في العيد الكبير كذا، باش هما يصيفطوني على اللي على بالي. مشيتي ديكلاريتي؟ مشيت عند البوليس. فاش مشيت عند البوليس كنقول لهم دار الموضوع ديالي راح تحل لي واحد الكونت. كيقول لي البوليس زكا، كيقول لي انت الموضوع ديالك ماشي معنا حنا، خصك دير شكايه لوكيل الملك في عين السبع. انا كنمشي كنبغي ندير شكايه ديالي باش ندفعها، كنتصدم بمول المحل كيعيط لي كيقول لي اجي نريح انا وياك نريحو. ودخل واحد السيد من العائله قال لي ودي اجي نريحو اطل باش نفهموا الموضوع كي داير. ما عليناش، جيت كنلقى مرتو، كنلقى خواتاتو، كنلقى داك النسيب اللي حل الكونت، كنلقى المهم العائله كامله، وكنلقى معاهم هذاك السيد اللي قلت لك انا تنعرفو وجيت على وجهه هو. ما عليناش، قالوا لي غنريحو انا وياك، غادي نديرو اطابل، غنمشيو نسدو الكونت، نسدو على اساس. عطاوني اصلا فاش مشيت عندهم نسيت هذه الفكره هذه، فاش مشيت عندهم فاش مشيت عند داك النسي في البنكه هو تيقول لي سيني لي هاد الاوراق، هي 12 ورقه، كيقول لي سيني لي هاد الاوراق وغيتسد الكونت راه ما كاين حتى غرام ديال المشكل. انا هذوك الاوراق ديتهم معايا، انا يوم فوق قال لي سيني، قلت له راه لي نسيني انا، وديت انا هذوك الاوراق وخشيتهم في جيبي. فاش كنمشي عند البوليس كيقول لي البوليس ودي راه المشكل ديالك كي قلت لك انا. مشيت جينا للسيد عند السيد في المكان ديال المحل ديالو، كنلقى مو مرتو ولادو كلشي كيبكي الله يرحم الوالدين غتصيفطوا لينا للحبس، راه كذا هو اللي كيجري علينا كذا وكذا. كنقول لي هذا السيد راه هو بغى يصيفطني للحبس انا، والله يصيفطني للحبس. وانت دابا انت جيتي كتبكي علاش ما تمشيش للحبس، وعلاش اخويا انا تحل الكونت بدون علم ديالي انا. صافي دخلت الامور، بقاو فيا الدراري الصغار وكلشي تيبكي. المهم تنازلنا بواحد المبلغ مالي انني باش ندير لهم التنازل، وانا مع داك البنك دابا حاليا مسيني معاهم واحد الورقه لانني انا ما عندي حتى حساب في مصرف باش تدفع شي شيك ماشي. لا صافي، انا استقبلني المدير ديال البنكه، اقسم بالله تستقبلني المدير ديال البنكه ديالهم وقلب لي البيس ورجعوا كامل بالعربي، قال لي قسما بالله ما عطيناهم كارنيت الشيك. كنقول لها ودي راه انا دابا انتم جايين انا باش نتنازل لكم انايا على اساس انتم ما تمشيوش للحبس. وانا اخويا علاش انا باش تاخذ انت واحد السيد واحد السوق ديال حشاك البهايم ولا عالم الله اش كيدير وتقطع كارنيت الشيك ديالي انا بسميتي انا، وانا غنولي انا غادي يجوا لي السلام عليكم. وعليكم السلام، يلاه معنا اخويا العزيز لفين؟
لا على بالك غنمشي لعكاشة. المهم باش ما نطولوش على المشاهدين، ميساج اخير اللي توصلوا للمتتبعين. المتتبعين كنوصلوا واحد الميساج، لان خويا العزيز ما بقاش يثق في داك لاكارت ناسيونال اللي عطيه مول المحل، ولا انا شخصيا دابا كيطلب ليا مول المحل كارت ناسيونال ولا شي حاجه ما كنعطيهاش ليه. كنقول ما عنديش فوكوطوب ديالك، ما عنديش انا، ما عنديش، بغيت تخدمني ياك. ما كايناش ثقه ولد خالتي في هذا العصر، نكذب عليك. ديم بنادم يضبط الامور ديالو ويسول على راسو. انا كون دابا بينو وبينك ما مشيتش عند ديك البنكه انايا وصرحتني بهذا الشيء، راه غنطمن وصول خالتي من الاخر. وكنشكرك بزاف فهاد مرحبا سيدي. هانتوما كيف ما شفتوا كيف ما تعرفوا برنامج شمس العشيه واحد البرنامج شعبوي ماشي للفرجه انما للعبره، باش نستافدوا من اغلاط الناس. حتى نتوما الا عندكم شي شمته اولا شمس العشيه اولا الاراء ديالكم كتبوا لنا في لي كومونتير وسيرسلونا على بريد الصفحه وغادي نجاوبكم ان شاء الله. السلام عليكم.